ظاهر الشير؟ اه تمام يا دكتور، واضح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن آخر 3 مواضيع اللي هي في الترم الأولاني. يعني في الترم الأولاني هخلص الجزء بتاع الـ Construction Contracts، وإن شاء الله في الترم الثاني هتكلم على الجزء بتاع الـ Cost Estimation. فالمحاضرة دي هي آخر محاضرة داخلة في الميد ترم بتاعكم إن شاء الله، اللي هو زي أنا ما قلت لكم دفعة 2000 و يعني لائحة 2018. لو سمحتوا يبلغوا زمايلهم من لائحة 2003 إن يحضروا معاهم امتحان الميد ترم في نفس الوقت إن شاء الله. تمام؟ اللي هو أظن لغاية دلوقتي يوم السبت. أكد بس ميعاد الامتحان. هو يوم الأحد يا دكتور 7/4. لحد 7/4 الساعة 12:30 الظهر. فالزملاء بتوع اللي هم هيومانيتيز اكس 41 لائحة 2003، لو سمحتوا تتواجدوا في نفس المكان اللي هو قاعة 504. أظن 504 دول في عمارة مش كده؟ اه في عمارة يا دكتور، مظبوط. تمام خلاص، يوم الحد 7/4 إن شاء الله. أول موضوع هتكلم عنه النهاردة هو موضوع الـ Partnering in Construction. الحقيقة المحاضرة اللي فاتت اللي كان مفروض أنا أشرح فيها موضوع الـ Claims والـ Disputes وكده، اللي هي النزاعات والمطالبات والادعاءات اللي موجودة في الـ Construction، ودي بتنتج نتيجة إن طبيعة العلاقة دايما بين المقاول والمالك طبيعة ذات يعني او علاقه ذات طبيعه ما كانش عدائيه، فهي تصادميه. المالك مقتنع ان المقاول ده راجل يعني مش هنقول نصاب، ولكن هو عايز يعني يكسب اكبر مكسب ممكن، فبالتالي بيضغط عليه. والمقاول شايف ان المالك ده يعني عنده شغل كتير ومش عايز يديله فلوس كويسه وهكذا، فبالتالي برضو عايز ياخد منه اكتر حاجه ممكنه. فعشان كده بينتج كليمز اللي هي الادعاءات، وديسبيوتس اللي هي النزاعات، وكل الكلام ده بيؤدي الى مشاكل وبيؤدي الى تعطيل المشروع وهكذا. ولكن علشان يتجنبوا هذه الجزئيات كلها في الكونستراكشن، فاتطبقت طريقه جديده، هي يمكن هتكون صعب شويه التطبيق حاليا في مصر. انا اعرف شركات طبقتها ولكن قليل، عدد قليل، اللي هي حاجه اسمها البارتنرنج. كلمه بارتنرنج يعني الشراكه او التشارك. يعني بمعنى ايه؟ هو مش المالك والكونتراكتور ليهم نفس الاهداف؟ بمعنى لو المقاول حاطط سعره على اساس كويس، والسعر ده هو كسبان فيه مكسب كويس، والاونر ارتضى بهذا السعر وموافق عليه، وهما الاثنين عايزين يخلصوا المشروع في ميعاده، لان المالك عايز يستلم مشروعه والمقاول عايز يخلص المشروع عشان ياخد فلوسه ويروح يشوف مشروع تاني، عايزين يخلصوه بكواليتي كويسه، مش عايزين يعيدوا الشغل كل مره الشغل يتعمل يتعاد وهكذا. يعني الاهداف مشتركه، يعني الاونر طبعا ليه اهداف من المشروع، الكونتراكتور ليه اهداف ثانيه من المشروع، ولكن الاهداف المتعلقه بينهم وبين بعض كتير. كواليتي كويسه، يخلص بالموازنه المحدده ليه من غير اعاده شغل ومن غير مشاكل، من غير قضايا ليتيجيشن، يعني تقاضي او قضايا اون تايم، ويكون سيف وما يحصلش فيه مشاكل في السيف. فبالتالي طالما ان الاهداف بينهم مشتركه، طب ليه ما نفكرش في طريقه نتعاون بيها بدل ما نخسر؟
ناس كتير بتفكر ان انا عشان اكسب لازم اللي قدامي يخسر، وده ما يطلق عليه الوين لوز ثينكينج، اللي هو طريقة التفكير ان انا عشان انا اكسب لازم اللي قدامي يخسر. طيب لو المالك بتاعي ده قاعد يضغط على المقاول يضغط على المقاول ويطلع عينه بحيث ان المقاول يطلع من المشروع ده خسران، وممكن يؤدي الى افلاسه ان هو يقفل شركته، يبقى المالك كسب قرشين زيادة ولكن خسر المقاول كان ممكن يتعاون معاه في المستقبل، بوظ الدنيا على شريحة كبيرة من الناس اللي هم بيشتغلوا مع المقاول ده وهكذا. احنا معتمدين على بعض، صناعة التشييد كل الاطراف فيها معتمدة على بعضها. التصادم والتقاضي، اللي بيكسب في اي قضية على فكرة اكتر واحد بيكسب في القضايا مين تفتكره؟ عامة يعني اي ناس بتخش قضايا مين اللي بيكسب؟ المحامين هم اللي بيكسبوا على فكرة في القضايا، لان المحامي بيدخل القضية ويقول لك انا هاخد الاتعاب الفلانية خسرت كسبت، وكل ما تطور القضية كل ما اتعبه بتزيد وهكذا، فبالتالي انا لما اخش في قضية فالمحامي هو اللي كسبان. وحتى لو انا دخلت مع المالك دخل مع المقاول في قضية، وانا افترض ان المقاول كسبها وكان ليه 70 مليون جنيه وعلى القضية ما خلصت، كان مر 4 سنين، القضاء بطيء جدا على فكرة، كان مر 4 سنين على تاريخ المشروع والمشروع كان خلص وكان المفروض ياخد 70 مليون جنيه دول من 4 سنين. طبعا 70 مليون جنيه من 4 سنين قيمتهم دلوقتي غير ما كان من 4 سنين، فبالتالي التقاضي والشجار والمشاكل سواء كان تقاضي او تحكيم اللي هو arbitration كل دول ما بيؤدوش الى نتائج جيدة. هم موجودين عشان لو اختلفنا، ولكن نحاول طيب ما نختلفش، نحاول من الاول نتفق، نحاول من الاول نكون كويسين. بعض الكونتراكتورز بيكونوا حاجة اسمها claim oriented، او claim oriented يعني ان هو بيفكر دايما المقاول المالك هيتأخر عليه في ايه يعمل كليم، لوحة فيها غلطة يروح عامل كليم. دول بيبقوا صعبين التعامل، وبالتالي هؤلاء المقاولين اللي هم كليم اورينتد بيبقى هذا المقاول مش يعني محدش بيرضى يدعوه للمناقصات بتاعته. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت او كان مفروض يعني نتكلم المرة اللي فاتت لما حضراتكم ما حضرتوش عن الكليمز، انواع الكليمز المختلفة. طيب في كليم بين المالك والمقاول، او بين المالك والاستشاري، او من المقاول على المالك، او من الاستشاري على المالك. حد يقدر يقول لي ليه ما فيش كليمز بين المالك الاستشاري والمقاول؟ ليه ما بيحصلش كليمز بين الاستشاري والمقاول؟ عشان بينهم علاقة عمل مش علاقة عقد، يعني كل واحد بيتعامل مع المالك. طيب لو الاستشاري غلط في بعض اللوح والمقاول تضرر من هذا الغلط يعمل ايه؟ هيشتكي المالك برضو والمالك يشتكي الاستشاري، يعمل كليم على المقاول يعمل كليم على المالك، وفي المالك بقى لو عايز يعمل باك تو باك كليم يعني يعمل كليم من ناحيته هو على الاستشاري. دي حاجات مهمة لازم تكونوا عارفينها، يعني ممكن تكونوا ما استشفتوهاش من الأوراق اللي أنا بعتها لكم، فأنا بحاول أوضح لكم بعض النقط. فإذا الوين لوس ثينكينج بيؤدي إلى مشاكل كتير، فإحنا بنفكر في الوين وين ثينكينج. الوين وين ثينكينج اللي هو مبني على إن أنا أفهم كويس
اهداف الطرف الاخر واشوف بتتقاطع معايا في ايه، واحاول اعمل تقاطع بين اهداف الطرف الاخر والاهداف بتاعتي بحيث ان انا احقق المكسب او نتيجة كويسة للطرفين، لان زي ما شفتوا من الرسمة دي الاهداف متقاطعة ما هياش يعني متعارضة مع بعض، بالعكس الاهداف متقاطعة. لو الاتفاق كان كده، لو الاتفاق كان سليم من الاول. فاذا ما هو البارتنرنج، ما هو البارتنرنج، ما هي الاسلوب الجديد اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو اسمه البارتنرنج. البارتنرنج هو التزام متبادل بين المالك والمقاول، وطبعا الاستشاري داخل معاهم لانه طرف في المشروع، ان هم يحلوا المشاكل بسرعه وبشكل متفتح. يعني في واحد في مقاول يحصل مشكلة يبتدي يخبي عليها ويروح عامل عليها كليم او عامل عليها مشكلة ويصعد الموضوع متأخر، لكن هنا احنا بسرعة بنصعد الموضوع، بنحاول نحل المواضيع على اقل مستوى ممكن. يعني مهندس الموقع بتاع المقاول مع مهندس الموقع بتاع الاستشاري مع مهندس المالك ممكن يقعدوا مع بعض بسرعة كده يحلوا المشكلة، ما تحلتش يصعدوها، لكن يحاولوا يحلوا. الهدف من الموضوع مش ان انا ادور على مشكلة عشان اخد عليها فلوس زيادة، لا، الهدف من الموضوع ان انا ادور على المشكلة عشان احلها على اقل مستوى ممكن. الهدف من الموضوع ايه؟ ان انا اخلص المشروع بكواليتي عالية او الكواليتي المطلوبة on time، يخلص في ميعاده، يتعمل بأمان، بسعر كويس للمالك، ومكسب مناسب للمقاول. خلوا بالكم ان لو المقاول حاطط سعر معقول ومكسبه محسوب فيه كويس، يبقى لو المشروع خلص بالسعر بتاعه يبقى المقاول راضي والمالك راضي. ولكن اللي بيحصل، وده براكتس بيحصل في العالم كله مش في مصر بس، المقاول بيبقى ما بخدش شغل بقاله فترة طويلة فعايز ياخد اي مشروع، فبيحط سعر منخفض جدا للمشروع، عارف هو ان هو ربحه قليل قوي في المشروع ده او حتى يمكن ما فيش ربح خالص. طيب هيطلع ربحه منين يا باشمهندسين؟ حد يقول لي؟ كليمز بقى. هيطلع ربحه في الحالة دي من كليمز، يبتدي يدور على اي غلطة للاستشاري، اي غلطة للمالك، المالك اتأخر عليه في اعتماد اللوحات، المالك اتأخر عليه في اي حاجة، يعمل كليم ويطالب بفلوس زيادة علشان يعوض او يزود المكسب بتاعه اللي هو كان حطه في الاول قليل جدا بسبب ان هو كان يعني نقول عنده يأس ان هو ياخد اي مشروع فقلل السعر على قد ما يقدر. ده براكتس مش صحيح ولكنه بيحصل، احنا بنحاول ان احنا نتجنبه لكن ده بيحصل. طيب الديفينيشنال بارتنرنج ان هو التزام متبادل. البارتنرنج هو مجرد ان انا بتعهد انا كمالك ومعايا المقاول بنتعهد مع بعض، بنقعد مع بعض نتفق ان هنحل المشاكل بسرعه، هنخلص المواضيع، مش هنخلي حاجة تستنى، هنحاول نقلل الكليمز على قد ما نقدر وهكذا. يعني هو التزام، وفي الغالب ما هوش عقد، هو اكتر منه it's a gentleman agreement، يعني ايه اتفاق رجالة اكتر منه اللي ايه جزئية اللي هو تعاقد رسمي، لكن بيبقى اتفاق متفق عليه بين الاطراف. في بعض الاوراق بتتوقع وهقول لكم هي ايه دلوقتي، ولكن في الغالب هو مش عقد. هو لما المالك بيطرح المناقصة بيقول انا مرحب بفكرة ان انا اعمل بارترنج، يعني انا عايز في المشروع ده ان احنا نشتغل باسلوب، هو اسلوب عمل اكتر منه تعاقد، يعني هو اسلوب تعاون وعمل اكتر منه تعاقد باي شكل من الاشكال. دكتور البارتنرنج اتيتيود او السلوك بتاع البارتنرنج او الشعور بتاع الناس في البارتنرنج
ان هو احنا ما بنفكرش ان احنا ضدهم، لا احنا كلنا مع بعض، يعني not we versus them but us، كلنا فريق واحد او الناس اللي موجودة في المشروع فريق واحد. عشان البارتنرنج ينجح لازم يكون في كوميتمنت، التزام من الطرفين، يكون في توازن، ان كل واحد متوازن مع التاني، الاهداف متقاربة ومتوازنة، راست، ثقة. ممكن الواحد يعمل البارتنرنج ده مع مقاول اشتغل معاه اكتر من مرة، اكتشف ان هو راجل كويس وشغله كويس ونظيف، فبالتالي يبقى يتعامل معاه باسلوب البارتنر. بنعمل كتابة، بنكتب الاهداف المشتركة بتاعتنا كلنا. بعد ما بنكتب الاهداف بنبتدي نطبق البارتنرنج ونقيم هل البارتنرنج ده بيحل المشاكل فعلا ولا لا بشكل يعني مستمر. الاهداف انا قلتها قبل كده، اهمها اللي هو meeting the project objectives من خلال التعاون وروح الفريق الواحد والثقة المتبادلة، بناء بيئة عمل وثقافة تعاونية وليس تصادمية، وان انا زي ما قلت لو مقاول اتعاملت معاه كتير ولقيته كويس اعمل معاه بارتنرنج، ولو البارتنرنج نجح يبقى دي لونج تيرم ريليشن شيب، بقى مشاريع كلها اعملها مع المقاول ده او اشركه في جزء كبير من مشاريعي المستقبليه، يبقى في لونج تيرم ريليشن شيب ولونج تيرم بروفيتابيليتي، يعني مش اكسب واجري، لا احنا نكسب على مدى طويل. واخيرا وليس اخيرا تشجيع الابتكار والابداع في افكار التنفيذ وكده، لان احنا فريق واحد، مصلحتي هو مصلحتك، فلو المقاول عنده افكار تنفع تحسن اداء المشروع ممكن يقول. الفوائد، المشاريع اللي بتعمل بارتنرنج بتخلي المشاريع يعني بتخلص في وقتها وفي اغلب الاحوال within البادجت بتاعتها بدون زيادة في التكاليف، وكمان مع تحقيق المواصفات ما بيحصلش بقى غرامات تأخير، بيبني يعني الثقة وبيفتح قنوات التواصل بين الناس. الهدف الأساسي أو الحاجة الأساسية إنه بيتوقع المشاكل وبيحلها وبيحل هذه المشاكل، يتجنب طبعا النزاعات اللي هي disputes والليتيجيشن اللي هو التقاضي، وبيزيل السربرايزز او يقلل على الاقل المفاجآت اللي ممكن تحصل. طيب، في حته كده عايز اتناقش معاكم فيها، يعني هي ملهاش علاقه قوي بالبارتنر بس ليها علاقه بحل المشاكل عموما. سمعتوا عن حاجة اسمها corrective action؟ وسمعتوا عن حاجة تانية اسمها preventive action؟ سمعتوا عن دول ولا لا؟ كوركتيف تقريبا عشان خاطر يعني انا بصحح الوضع دلوقتي، حصل مشكله وانا بحلها دلوقتي. بريفنتيف بقى ان انا بحاول ان انا امنع ان المشكله دي تحصل من الاول اصلا او ما تحصلش تاني. تمام يا باشمهندس. طيب خلينا نضيف سلايد هنا ونكتب فيها. هنتكلم على ثلاثة terms ولازم تعرفوا الفرق بينهم كويس. term اسمه correction، corrective، action، preventive
طيب عشان اوضح لكم الفروقات بينهم، خلونا ناخد مثال. دي ترابيزة عندكم في البيت وعليها علبة، العلبة دي وقعت، انت لقيتها واقعة رحت واخدها مرجعها مكانها، ده ايه؟ correction. خلي بالك انا بقول رجعتها مكانها. طيب انت كنت مصحصح شوية، العلبة وقعت، فبدل ما ترجعها مكانها رحت مرجعها في نص الترابيزة، انت كده عملت ايه؟ هي اولا وقعت ليه؟ ها يا باشمهندسين؟ كانت على الطرف. فهنا الكوريكشن هو تصحيح الخطأ. الكوريكتيف اكشن تصحيح الخطأ. ومنع تكراره. طيب انت بقى مصحصح قوي ولقيت العلبة هنا ولسه ما وقعتش، رحت مدخلها جوه هنا، بقت في النص احتمال انها تقع اقل بكتير، يبقى انت عملت ايه؟ عملت منع وقوع الخطأ من اصل. يبقى هنا انهي احسنهم؟ Preventive. نعم البشمهندس قال preventive، البشمهندس قال ايه؟ Preventive برضو. Preventive برضو دايما ال preventive action. فجزء من البارترنج واهمية البارترنج ان انا احاول على قد ما اقدر اعمل preventive action علشان امنع حدوث المشاكل من اساسه، ولو المشكلة حصلت اصلحها باسرع ما يمكن وامنع تكرارها. يعني ايه؟ يعني انا بحاول اركز على البريفنتيف، ما عرفتش اعمل بريفنتيف يبقى بعمل كوركتيف، مش بعمل بس كوركشن، لان كوركشن معناه ان الخطا ممكن يتكرر تاني. حطيت العلبه على طرف الترابيزه هتقع مره تانية، حد اي حد معدي يلمسها هتقع، فبالتالي ده الجزئيه الثانيه. الحاجه الثالثه من خصائص البارتنرنج المهمه هي حاجه اسمها سينرجي. سينرجي يعني واحد زائد واحد أكبر من اتنين، يعني مجهودي زائد مجهودك أكبر من مجموع المحصلة بتاع المجهود الفردي لكل واحد. ليه؟ لأن احنا تعاوننا مع بعض ونتجنا أحسن من مجموع الناتج الفردي لكل واحد من الاتنين لو اشتغل لوحده. جزء مهم قوي من البارتنرنج ان يكون في جزئيه السينرجي. البارتنرنج ما هوش يعني المدينه الفاضله او الجنه الموعوده زي ما بنقول، هو ليه مشاكل ومشاكله مش بسيطه، والا كان كل الناس عملته. اول مشكله او اول عقبه بتقابل البارتنرنج ان اساسا الناس مش متعودة ابدا انها تثق في الاطراف الاخرى اللي هم طول عمرهم بيشكوا فيهم. يعني دايما المالك بيشك في المقاول، ودايما المقاول عايز يعني يضحك على المالك بوسيلة او باخرى، فبالتالي هم يعني هنقول مش هنقول اعداء بس ايه يعني متنافسين او متضادين في حاجات كتير طول عمرهم، فمره واحده يبقوا تراستنج وفاتحين دفاترهم لبعض وفاتحين شركاتهم لبعض. دي عمليه صعبه. الحاجه الثانيه ان في خوف ان البارتنرنج يتحول الى فاد يعني ما يطلق عليه موضه، يعني يبقى موضه بس بنعمله كده وتبقى كلام بيتقال ومحدش بيعمل فيه حاجه. احنا كلنا من اول يوم اتولدنا فيه دايما مبني فينا
ان احنا عايزين نكسب كل تنافس او كل معركة بنخشها. في البارتنج لا، احنا مش الموضوع ان انا اكسب وانت تخسر، لا الموضوع ان احنا نتعاون مع بعض عشان نكسب احنا الاثنين. في صعوبة في ان انا اغير طريقة تفكيري ان انا لازم اكسب كل معركة انا داخلها. عشان اعمل البارتنرنج بعمل ثلاث خطوات. الخطوه الاولى ان انا بجهز للبارتنرنج، الخطوه الثانيه ان انا بعمل ورشه عمل نتكلم فيها عن البارتنرنج ازاي هنتعاون، وبعدين التطبيق. يعني اول حاجه التجهيز، بعد كده ورشه العمل، وبعد كده التطبيق. في البريباريشن، في البارتنرنج بريباريشن، زي ما قلت لكم بوقت طرح المناقصة بيتكتب فيها ان ممكن نطبق البارتنرنج، وبنقول ان ده شيء تطوعي، لو المقاول عنده استعداد فالمالك مستعد ان احنا نطبق البارتنرنج عشان نحسن التعاون والتواصل. في بعض الاحيان ساعات البارتنرنج هو بيجي من طرف المقاول مش من طرف المالك، ممكن يحصل بعد يعني ترسيت المشروع، يعني المقاول رسي عليه المشروع، ممكن يقول للمالك ما تيجي يا عم نتعاون ونطبق اسلوب البارتنرنج. المالك يكون ما يعرفش عنه فيشرحه له، او يكون سمع عنه ولا ايه فيعملوا مع بعض. بعدين البارتنرنج لازم عشان ينجح لازم يبتدي من الراس الكبيره في شركه المالك ومن الراس الكبيره في شركه المقاول. لازم يكونوا مؤيدين لفكرة البارتنرنج، مستعدين لها وملتزمين بيها من الاونر ومن الكونتراكتور زي ما قلت. بعد كده لازم نحدد مين هم يعني نقول عليهم، بيقولوا عليهم الشامبيونز او اللي هيشجعوا فكرة البارتنرنج في الشركة دي، شركة المالك وفي شركة المقاول. لازم يكون حد من الإدارة العليا في الشركة دي وحد من الإدارة العليا من الشركة دي ينقلوا هذا الفكر وهذا التصرف إلى الناس اللي تحتيهم علشان يبنوا فيهم روح التعاون، لأن روح التعاون دي مش بتيجي بسهولة، لأن الناس اوريدي متعودة دايما يا جماعة ان احنا ما بنتعاونش، متعودين ان احنا دايما ما بنتعاونش. الحاجة التانية ان انا بعمل بقى الخطوة الاولى، انا جهزت وقلنا هنعمل بارتنرنج. طيب نبتدي بقى نعمل البارتنرنج ازاي؟ نعمل البارتنرنج وركشوب. عشان اعمل البارتنرنج وركشوب اجيب اهم الاطراف. كلمة ستيك هولدرز سمعتوها قبل كده؟ يا دكتور يعني ايه ستيك هولدر؟ اي حد بيأثر او بيتأثر في المشروع. مظبوط. فكل الناس اللي ممكن تأثر او تتأثر بالمشروع بيكونوا موجودين. ثانيا بجيب فاسيليتيتورز. عارفين التفاعل الكيميائي؟ فاكرين الكيمياء ولا مش فاكرينها قوي؟ يعني يقول لك في كاتاليست او عامل مساعد. العامل المساعد ده بيساعد التفاعل لكن ما بيخشش في نتيجه التفاعل. ده بالظبط الفاسيليتيتور، ده بيبقى شخص بيدير ورشه العمل، بيوجه الناس انها تتعاون مع بعض، ولكن هو ولا من شركه المالك ولا من شركه المقاول وهكذا. بيساعدهم علشان يعرفوا فوائد التعاون وفوائد التواصل مع بعض. الهدف كمان من الأهداف الرئيسية للورشة دي إن الناس تعرف بعض ويبنوا روح الفريق ويخططوا مع بعض أهداف المشروع ويحددوا إيه هي المشاكل الرئيسية اللي ممكن تحصل. يتفقوا لو حصل مشاكل كبيرة ومش عارفين نحلها هنتصرف فيها إزاي، و يعتمدوا خطة التطبيق. الورشة دي لازم يطلع منها ان الناس دي كلها
تعرف تتواصل مع بعض كفريق ويتعلموا مهارات حل الخلافات أو التعامل مع الخلافات وحل المشاكل. الأساس إن بيطلع منهم التو دوكيمنت دول وهتكلم عليهم أنا دلوقتي بالتفصيل. زائد التو دوكيمنتس دول لازم احط سيستم اشوف هل البارتنرنج ده بتاعي ناجح ولا لا. هو البارتنرنج بتاعي ده ايه الغرض منه؟ يقلل الكليمز، يقلل المشاكل، يقلل الديسبيوتس. فممكن احط مؤشرات اداء اقيس بيها هل عدد الكليم ده في المشروع ده قل بالنسبه للمشاريع المماثله اللي الشركه كانت بتدخلها، هل عدد المشاكل قل، هل عدد المشاكل اللي بنضطر نصعدها لمدير الشركه قل. كل الكلام ده كله evaluation للفاعلية اللي هي effectiveness of the partnering effort في الجهود أو عملية البارتنرنج، قياس للفاعلية في جهود البارتنرنج. البارتنرنج هو البارتنرنج charter، هو ميثاق الشراكة. مقصود ايه هنا بميثاق الشراكة؟ ان هو مجموعة من الالتزامات الاخلاقية وليست هنا قانونية، التزامات اخلاقية. هما بيتفقوا على ايه؟ بيعملوا ايه؟ هنحل المشاكل ازاي؟ الاحترام المتبادل، كل هذا الكلام بيتذكر في البارتنرنج شارتر او في ميثاق الشراكة. بيبقى هو أساس عملية البارتنرنج كلها. والوثيقة دي مثال على أحد البارتنرنج شارتر، فبيقول إن إحنا أطراف هذا المشروع عقد رقم كذا من خلال الثقة والأمانة والاحترام المهني المتبادل والتعاون، نلتزم بالعمل كفريق واحد عشان نحقق الأهداف التالية. أنا بترجم له الكلام عشان تبقوا فاهمين، لأن بعض الكلمات ممكن تكون صعبة عليكم شوية. أولاً complete the project اللي هو بيتعمل تحت العقد ده عشان أطلع safe وquality وaesthetically pleasing، يعني شكلها حلو، وfunctional يعني شغالة، تطلع منشأة سليمة وبتحقق متطلبات المستخدمين. بلتزم كمان ان انا احقق المشروع ده او اخلص المشروع ده في التاريخ الفلاني او قبله within budget ومع ربح عادل ومعقول لكل من المقاول والاستشاري. بنلتزم بان احنا تكون قنوات التواصل مفتوحه بيننا ومن بعض علشان نبني نعزز او نبني الاحترام المتبادل بين الاطراف. نحل المشاكل على اقل مستوى ممكن، وان انا دايما يعني هي هنا مقصود بكلمه احتفل ان انا يعني دايما اقول انا نجحت في كذا، ف النجاح ده كويس أبني عليه علشان المراحل اللي بعد كده. الإيشو إسكاليشن ماتريكس اللي هي مصفوفة تصعيد المشاكل. كل شركة في البارتنرنج ده سواء المقاول أو الاستشاري أو المالك بيحدد مين صاحب القرار في حل المشاكل على كل مستوى، على مستوى الموقع، وبعدين المستوى اللي بعده مثلا المكتب الفني، وبعدين المستوى اللي بعده إدارة المشاريع، وبعد كده نائب رئيس الشركة، وبعدين رئيس الشركة. بنتفق ان احنا نحل المشاكل على مستوى الموقع، هو اقل مستوى ممكن
خلال وقت معين. لو ما اتحلتش هطلعها للمستوى اللي بعده، لو ما اتحلتش هطلعها للمستوى اللي بعده. يعني اذا الايشو اسكاليشن ماتريكس دي بتحدد مين اللي هيتعامل مع المشكله على مستوى الموقع، ولازم يحل من كل طرف من الاطراف، ولازم يحلها في كل في فتره قد ايه. ده مثال على نوعيه المشاكل اللي هي الناحيه اللي على هنا دي، دي نوعيه المشاكل. وهنا المستويات المختلفه، البروجكت تيم، مين البروجكت تيم، بيحط هنا اسم من الكونتراكتور واسم من الكلاينت، وبعدين يطلع بعد كده على مستوى البروجكت مانجر بيحط اسم من الكلاينت ومن الكونتراكتور واسم من الكلاينت. بعدين مستوى الاريا مانجر مثلا مدير المنطقه اللي في فيها مجموعه مشاريع، وبعدين الجنرال مانجر، وبعدين بيقول لك ايه اسكاليت افتر 2 اورز، مش عارفين نحل المشكله في ساعتين نرفعها بعد ساعتين، هنا تروح للاريا مانجر اسكاليت افتر 1 داي، بعد كده ريز تو ذا فورم افتر 2 دايز. ايه الفورم ده؟ ده بيبقى احد عوامل البارتنرنج. ايه الفورم؟ فورم بالعربي يعني منتدى. ايه هو وايه المقصود بيه؟ ان رؤساء الشركات الثلاثه بيجتمعوا مره كل شهر مثلا، كل المشاكل اللي ما عرفوش يحلوها على المستوى ده او ده او ده او ده بتتصعد للفورم ده، يقعدوا كلهم مع بعض ويحلوا هذه المشاكل ويطلعوا بحل. ما عرفوش يحلوها يبقى خلاص الموضوع لازم يتحول للتحكيم او للقضاء، ولكن انا بدي فرصة ان انا احل المشكلة على اقل مستوى ممكن، اللي هو البروجكت تيم او البروجكت مانجر او الاريا مانجر او جنرال مانجر، وبعدين بتتصعد للمنتدى. المنتدى ده اللي هو اجتماع رؤساء الشركات مرة كل شهر او 3 شهور لحل المشاكل الكبيرة. ماشي الكلام؟ عملت الوركشوب، خلصت، عملت الايشو اسكاليشن ماتريكس، وعملت البارتنرنج شارتر، فاعمل بقى الفولو ثرو، اعمل ريجولر فولو اب ميتنج علشان الاجريمنت والاتفاق يفضلوا يعني ماشيين معايا وحيين معايا. بقيم مدى نجاح البارتنرنج، هل بينجح ناجح ولا لا، هل بيقلل المشاكل ولا لا، هل المشاكل بتتحل ولا لا. اتصعدت مشكله سواء كانت بقى تتحل في الفورم او اتصعدت مشكله تانية، ممكن اعمل وركشوب تانية، ممكن اعمل جايزه لاكتر مهندس متعاون، ممكن اعمل سيشن واحد يعمل فيه برزنتيشن ازاي حل كل المشاكل اللي في الموقع بسرعه، وهكذا. هنتكلم بسرعه عن خصائص القواعد القانونيه او الايجيبشن لوز اند ريجوليشنز، اللي هي القانون المصري بيتكلم عن ايه، وعموما بعد كده نتكلم على النقاط الاخرى. اولا القواعد القانونيه هي عامه ومجرده، تنظم سلوك الافراد في المجتمع، ملزمه ومقترنه بجزاءات. في انواع من القوانين، في اولا القانون العام اللي هو مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات التي تكون الدوله او احد فروعها طرفا فيه، مثل القانون الدولي العام، قانون الدستوري، القانون الإداري اللي هو بينظم السلطة التنفيذية للدولة، الوزارات والهيئات ازاي بتباشر الوظيفة الإدارية، القانون المالي اللي هو بينظم المالية العامة للدولة، والقانون الجنائي طبعا اكيد اكتر واحد حضراتكم تسمعوا عنه اللي هو بينظم الجرائم المعاقب عليها قانونا والعقوبة المقررة لكل منهم. طيب
سؤال. اولا انتوا عارفين طبيعه القوانين في مصر المبنيه على الشريعه الاسلاميه وعلى ايه كمان؟ حد عارف؟ طبيعة القوانين في مصر زي أمريكا؟ لا. حلو أوي. ليه؟ طب هي شبه بتاعة فرنسا؟ برضه لا. هي شبه بتاعة فرنسا؟ هي شبه بتاعة فرنسا. هي شبه بتاعة فرنسا، القوانين اللي عندنا دي مبنية على ما يطلق عليه النابليون كود اللي هو القانون الوضعي. اللي هو بيشرح الالتزامات والعقوبات. القانون الأمريكي مبني على السوابق، يعني لما قاضي بيجي يحكم في قضية بيبص على القضايا السابقة. هنا قاضي لما يجي يحكم في قضية بيبص على القانون. في أمريكا ما فيش قانون مكتوب، هم عندهم هناك اسمه، احنا عندنا القوانين بتاعتنا اسمها سيفل لو. لو حد منكم بس هيروح يدرس بره ولا بتاعته خلاص هتخرجوا، لا في مصر وكل اوروبا ما عدا انجلترا. انجلترا وامريكا وكندا عندهم ما يطلق عليه الكومن لو. يعني ده طبعا احنا اوروبا ما فيهاش حته المحلفين دي، انتوا بتشوفوها في الافلام، تلاقي لو محاكمه وتلاقي واحد قاعد 12 واحد من الشعب كده هم اللي بيحكموا في القضيه، دي مش موجوده ولا في مصر ولا في اوروبا. فطبيعه القوانين عندنا مختلفه عن اللي موجود عندهم. في بقى قوانين بتنظم العلاقات بين الافراد وبعضها، اللي هو زي القانون المدني اللي هو ينظم القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها. القانون التجاري على فكرة الجزء ده انا مش بجيب منه في الامتحان، فبنت يعني ما تفتكروش بقى حفظكم حاجة يعني، لكن انا اللي هو جزء القوانين ده انا بس بعرفكم يعني هي كده. القانون التجاري بتاع الأنشطة التجارية، قانون البحري الحاجات اللي في البحار، قانون العمل اللي بينظم العلاقات طبعا بين العاملين واصحاب العمل، قانون الأحوال مش مكتوب هنا يعني بس قانون الأحوال الشخصية اللي هو بينظم العلاقات الزواج والطلاق وكده، قانون المرافعات المدنية، المحاكم المدنية والتجارية، القانون الدولي الخاص اللي هو بينظم العلاقات بين عنصر أجنبي وحاجة في المحاكم الوطنية هنا. فالقانون المدني ده تعريفه في القوانين المدنية قواعد آمرة اللي هي القواعد التي يجوز للأفراد التي الاتفاق على مخالفة حكمها وكل اتفاق مخالف له يكون باطلا، والقواعد المكملة أو المفسرة هي اللي ممكن القواعد دي لأنها مفسرة وليست ملزمة ممكن يتفقوا على مخالفتها لأن هي تبع مصلحتهم الشخصية يكون أحسن إن هم يطبقوها بطريقة معينة. طالما الطرفين انتفقوا فممكن يتجاوزوا أو يخالفوا القواعد المكملة أو المفسرة. أخيرا أنا هتكلم سريعا عن المسؤولية المهنية للمهندس. حضراتكم لما تتخرجوا هتبقوا مهندسين، هتتعامل مع أفراد آخرين، مفروض بتتصرف بطريقة أخلاقية ومهنية متميزة بحكم تعليمك وبحكم ثقافتك. فهنتكلم عن إيه هي الالتزامات المهنية للمهندسين عشان المهندس يبقى تصرفه مهني صحيح بروفيشنال يعني. فبيدور له إن هو يتصرف كويس في أربع مجالات أساسية: المسؤولية، الاحترام،
العدل والأمانة. خلينا نشوف تحت كل واحدة من دول في بعض النقاط. بالنسبة للمسؤولية اللي هي انت بتتحمل عواقب عملك، انت مسؤول عن اي قرار انت خدته، فبالتالي بتتحمل عواقب عملك. وانت بتعمل لازم تكون مسؤول، بتراعي او بتتبع قوانين وقواعد والاكواد والمواصفات الخاصة بالمهنة بتاعتك. انت كمهندس لازم مسؤول كمان ان انت تبلغ عن اي تصرف غير قانوني او غير اخلاقي للاطراف المعنية عندك، الادارة العليا عندك او المدير بتاعك المباشر. يعني سمعت انت في الموقع ان في مهندس بيدي رشوة لمهندس تاني، مفروض انت مسؤول ان انت تبلغ عن حاجة زي كده. هتقول لي يا عم وانا مالي دعوة وخليني اكل عيش وهكذا، انا بقول لك الصح. الجزئية دي بقى يعني دايما الاخلاق او المسؤولية المهنية دي بتنبع من مراعاة الانسان لربنا سبحانه وتعالى، ثم مراعاة الانسان لضميره. الاتنين دول هما اساس المسؤولية والاساس كل الحاجات اللي مكتوبة هنا، اللي هي اساس المسؤولية واساس الاحترام واساس الامانة واساس العدل. الحاجات دي كلها نبع من اولا مراعاتك لربنا سبحانه وتعالى، وثانيا مراعاتك لضميرك او اللي يمليه عليك ضميرك. في بعض الاحيان واحد الامور بتفشل معاه، ولكن احنا بنحاول نراعي هذه الاجزاء او هذه الحاجات على قد ما نقدر في احسن حاجة. الريسبكت اللي هو الاحترام، ان انا احترم نفسي واحترم الاخرين، ما استخدمش سلطتي او منصبي عشان اثر على قرارات او افعال الاخرين علشان استفيد شخصيا. بمعنى الاستشاري يجي يقول للمقاول، يقول له انا مش هستلم الشغل ده غير لو جبت لي، ويعني شفناها كتير، لو جبت لي مثلا في راس السنه بدل ما يجيب له نتائج هات لي تلفزيون، وبياخد تلفزيون يوديه له البيت وانتهينا. وحصلت كتير يعني للاسف. يعني مش مفروض نزاع مع الناس التانية او نعاملهم باسلوب يعني غير اخلاقي، ونحترم الملكية بتاعت الاشخاص التانيين بما في ذلك الملكية الفكرية. يعني ايه، احنا عندنا في مصر للأسف ايه بناخد البرامج وبناخد الحاجات دي كلها، ده غلط ولكن اهو بيحصل. العدالة ان انت تتصرف بشكل موضوعي وشكل محايد في القضية. يعني مش عشان الطالب ده جايب لك شغل او المهندس ده جايب لك شغل وانت بتحبه تعتمد له الشغل، المهندس التاني جايب شغل مماثل او حاجة مماثلة وانت مش عاجبك قوي ما يعني ما تعتمده له. لازم مباشرة نبلغ عن اي conflict of interest. لو مثلا انت مهندس استشاري ولقيت ان انت بتستلم شغل من المقاول واحد مقاولين الباطن قريبك او صاحبك، لان احنا كلنا مهنة واحدة، يعني لازم تبلغ الادارة بتاعتك ان انا الراجل ده قريبي او صاحبي او مهن كده. ما اخدش القرارات بناء على اعتبارات شخصية، اخد دايما قراراتي على اعتبارات مهنية. ما فرقش بين الناس بناء على النوع، يعني ذكر او انثى او الريس. طبعا احنا ما عندناش المشكلة دي قوي، ولكن بناء على يعني التفرقة العنصرية يعني، او على الديانة او على السن او اي نوع من انواع التفرقة. وما بطبقش القواعد او
أتجنب تطبيق قواعد مع تفضيل بعض الآخرين أو اضطهاد الآخرين فيفوراتيزم يعني التفضيل. وبريجيدس يعني الاضطهاد. الأمانة إن أنا مسؤوليتي إن أنا أعرف الحقيقة، لو أنا طلب مني إن أنا أحقق في حاجة أعرف الحقيقة وأتصرف بأسلوب سليم. ما أدخلش في أي ممارسات أي حاجة ولا تقبلها اللي هي الهدف منها إن أنا أخدع الآخرين، ولا أخش في أي حاجة غير أمنة أو بدون يعني مش أبيلة ضد الأمانة عشان أتكسب منها. أنا كده خلصت المحاضرة بتاعتي وخلصت المحاضرات اللي هي قبل الميدتر. حضراتكم عندكم أي أسئلة عن الجزء الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه شرحناه عشان ده هيجي في الامتحان الخمس محاضرات اللي فاتوا؟ دكتور هيا بشمهندس، هو من مصلحته الأكتر اللي هو يعمل بارتنر المالك ولا المقاول؟ بص، هو نظريا المفروض الاثنين زي بعض، ولكن الحقيقة ان دايما المالك بيبقى مصلحته أكتر، لأن هو البارتنر ده بيخليله المشروع بتاعه يخلص في الميعاد اللي هو عايزه وبالمواصفات اللي هو عايزها، فالدنيا بتبقى يعني بيس اكتر بالنسبه له. تمام، شكرا دكتور. اسئله تانية؟ دكتور، هو الامتحان ريدن ولا ام سي كيو؟ اظن في سؤال ولا اتنين عادي، وبعدين ثواني كده افتح الامتحان واقول له. لا، مفيش ام سي كيو، كله اسئله ريت. شكرا دكتور. هو في الاسئله ريت انا ممكن اجاوب بالعربي ولا لازم بالانجليزي؟ ممكن تجاوب بالعربي يا شوانس، مفيش مشكله. ما كان سؤال يا دكتور معايا؟ نعم، عدد الاسئله امتحانكم ساعه، اربع اسئله ان شاء الله. شكرا. طيب ان شاء الله نشوفكم بعد العيد بقى، بعد المترم والعيد ان شاء الله. تمام، شكرا باشمهندس، السلام عليكم. السلام.